الحمد لله وصلى الله على نبيه الكريم. اختار يعود المجلس بالسكينة والوقار. شوفوا هذا اللي ينقال له محمد العبد العزيز. ماني عالم بحد في موريتان أحب إلي منه ما ودعت والدتي. وحبي له ما هو عن منافع قط جبرتها منه إطلاقا. ولا هي عن منافع جبرتها كبيرتي منه بل العكس. يغير الولاء لله ما يعود الا للمصالح الماديه. هذا الراجل اللي عدل الامه بصوره عامه الاسلاميه لا يعلمه الا الله. لان هاي الامه اكبر حد يخدمها ورق جماعه الدعوه والتبليغ. وهاي اللي عدلها ولا عبد العزيز ما قطع عدو لا حد ولا تري عدو لا حد. ايش عدلها؟ الين ماتوا موتاها خبطوهم الوالدين وقتلوهم وهم عزر من السلاح ولا جماعه تنتقم. مشى هو طائره تجيب لهم جوزتهم. ولين جاوا استقبلهم عند المطار ونخرصوا لكن يتخرصوا اليوتيوب تجبروا فيه كانه يبكي او يبكى ويزارق بالاحجار على انه يسلمهم ويلويهم ما سلمهم او جماعه الدعوه والتبليغ. ولين اللي وعدلوا جنايزهم كل خيمه منهم ما شالها وفد رسمي يحمل معاه الملايين يعزوا يتامى او ارامي ذاك الشخص والله اهالي ويعطوهم مبلغ مالي ملايين ما نعرف بالضبط كم. اكيد بقى هاي واحده اللي بقى منهم ميت تلفن على السفيرهم وقال له اعلنوا يمشي شورو وراهم يدوروا يحاول يقتل لا يخليه يقتل ويتم يكرمه كما اخبر الراجل باللحم والمشوي والرعايه والحضور الين رفدوه في الطائره وجابوه سالما اللي هو مازال حي يرزق. هذا معدل محمد العبد العزيز ادعاهم في المركز مرتين وهذه في رساله بالغه بليغه الحد يفهم. اولا جماعات الاسلاميه الناس الدول خايفة منها والناس خايفة منها لأنها مسلطين عليها الأضواء ورئيس ناصرها معناه أنه موالي الإسلاميين ومعناه أنه يارتو يدمع. هو به الشجاعة وبه فطرته الإسلامية ما هي متأثرة من القوميات والديولوجيات والأفكار. قبضهم هما وعيط لهم في القصر الرئاسي وقعدهم معاه وجاب القنوات الرسمية تنقلهم بالصورة وبالصوت وعدلت معاهم مقابلة في القصر الرئاسي وعبروا عن سرورهم واعتبارهم وانضباطهم بهذه الدعوه اللي ما قط نسبق لها وعدلها مرتين. ايوه تلفت عليهم وقال لهم من درى كان عندكم حاجه؟ قال لهم واحد منهم عنده بعد حاجه تاثروا الاخرين لعل يعود صاحبهم لا يخدعهم ويطلب ماده. قال له تفضل بكل سرور. قال له حاجتنا انك الفهم اللي عندك انت والسرور اللي عندك للجماعه انك تنشرها في نظرائك من الرؤساء في العالم. قال له ماني باخرش وتعدلت منش وضرب لهم مثال في الوقت ماني اكل في المقام. المسألة الأخرى مشى لهم شك فيه مبلغ مالي مالي محدو نعرفه غير مالي محدو وردوه له فات ونطرح لهم القدام لحقوه قدامهم غير قالوا انهم ما يقبلوا شيء من الرقاش ان العمل يمشي الا بفضل افراده وانا واحد من هذول قالوا حق. الين ناخذوا على وقفه من جندرمري والله الدرك والله مينيتير والله تحيينا كي تحييتها للرؤساء والمسؤولين الكبار. هذا يعدلوه بماذا؟ لان معطي لهم به تعليمات بدل من كان فهم تعميم على اي جماعه خرجت نحبس وانا هذا فتو حاولت نحبس على مرتني خارج التيار خارج 40 يوم. العلماء بعضهم كان يدخلوا من قاعه الشرف سابق يهدد سابق يعلن انه يدور حوز من بلو كان يدخلهم من قاعه الشرف وكان يكن ويكن التقدير جميع العلماء والمسلمين. ايوه عدل اذاعه القران عدل تلفزة للقرآن كان ناوي انه يبني اكبر مسيد ما قط اسمانه ولا اسم المسلمين ولا اذل العلماء عند منين مشى تميت خارج 40 يوم الين اذا هو نقرا اعلن ثمن ايمه والله تسعه مقاعدين في كوميساريا محبسه على انه المسيد ما عادوا النظام. لماذا؟ لان الائمه عادوا يقدروا ينحبسوا ما كانوا يقدروا ينحبسوا فعادوا هو. لو انه فعل كل الجرائم الدنيا غير قابلت هذه السيئات مع حسنه واحده هي انه خلالنا ارضنا من الاعداء المنصوصين في القران اليهود كافينا هذا. جزاك الله خير. بالنسبه للي قال له المال العام والله ماني مزكيه من المال العام ولاني مزكي راسي ولاني مزكي حد من موريتانيا لانه مستبيحين المال العام. غير ذي اللي كان المال العام من موريتانيا ما يرفدوه سجون؟ سجون ما يرفدوا اكله المال العام من موريتانيا؟ صحيح. وهو إلى عاد كانوا ذا اللي حاضر حالهم رئيس الدولة كانوا معه لأنه قال إنه ما قط عدل شيء ما هو شريك صحيح. أيوه الجنرالات هذول لا عبد الله بن عبد العزيز
عمر بن عبد العزيز والله عبد الله بن مسعود والله عمر بن الخطاب، لا مال الدولة ما راني ما نبقي حد يضحك ولا يصوت ولا يصفق، مال الدولة ما قط السلك ولا يجي سلك، مال الدولة مستباح. الطريقة اللي قد الطريقة اللي يعود ينقبض واحد من بين 300 وينخس ويندار في السجن والاخرين يبرؤوا لضغوط ما او امور ما، هذا ما يخدم الوطن ولا يخدم اللحمه ولا يخدم المجتمع ولا يخدم محمد القزواني ولا يخدمني انا كشخص ولا يخدم تجار ولا يخدم نساء ولا يخدم رجال ولا يخدم قبائل. هذا الراجل اللي قال له محمد القزواني انا اخويا من الرضاعه كما يقال وجاري ووالده كان صاحب والدي المباشر اصحاب شيوخ الاثنين واصحاب. وهذا المجتمع اللي هو منه مجتمع مسالم، القضف خاصة مجتمع مسالم، وديبوسات عامة من أكبر المجتمعات مسالمة. وأنا هون نقول على ما عنده في شيء مضغوط عليه، ونعرف أنه متألم حالا في قصره لا 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 يرقد له بال. لماذا؟ لأنه قابل صاحبه 40 سنة يعدل له شيء قطعا، أنه مهما كان ما من الرذالة ما يقدر يعود قابل هذا. غير حقيقة نحن عندنا أيادي باطئهون داخلية وأيادي خارجية وينسقوا ويشاوروا والرئيس ما عنده شيء من الأمر. كيفاش؟ شوف فينا الكادحين مازالوا بقاياهم، فينا الشيوعيين مازالوا بقاياهم، فينا القوميين مازالوا بقاياهم، فينا العنصريين يمكنهم قاتلوا ويقوموا. هذا كامل ما يلود لمصلحة الوطن. هذه الدولة شايف عليها هذا العالم أنها دولة إسلامية متماسكة. متماسكة اللي ماسكها شنو؟ ما هو الدولة اللي ماسكها الإسلام الخضري والبيضاني والكوري، لا ما يجمع الدول، هذا يجمع الإسلام. وذي الوحدة اللي قاعدين نبنوا بها ديننا ومجتمعين بها ونتعلموا العلم ونعدلوا الدين ونبنوا الإسلام، هذا شايفه العالم ومتبارك معاه يحاربوا. يحاربوا يزرع العداوات بين أفراده وبين قبائله وبين مجتمعاته وبين طوائفه وبين أشكاله وبين ألسنته المختلفة ويزرع بيناتهم الفتن. يا محمد الغزواني عود راجل قوي امام هذه الصدمه، اعطاك مولانا فرصه تخرج بها. الخطا يخرج، كل ابن ادم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. التائب ذاك اللي يعزم يندم على اللي مضى، ندم على انك كنت حابس صاحبك، هذا قطعا انا قام تاكد انك تعود نادم عليه، يغير ندم عليه فعليا، شتعدل؟ توب المولانا واطلص عنك صاحبك. إذا عاد يا ابويا عنده مال عام ما اشتكي علينا واكل وانت تراعي فيه ومتاكد منه. ظلمتنا قبيل اللي سكت لنا عنه وقلت انه ما كان شيء. وقبو غير ما قط عاد المال العام ينحبس عليه، الرسول ما قط حبس عليه. ما قط النبي صلى الله عليه وسلم حبس المال العام، ولا قط قام عليه الحد، والامه الاسلاميه مجمعه على ان المال العام لا يقام عليه حد. شنو موجب ينحبس؟ عنده مال قبو غير حريته هو خلوها له. غير انا يا واجعه باقي فيا ان القضيه ما ذنبتها. إن قضية فهم يد خفية قوية ضاغطة، ما قال قريبي أنا هذا وجاري وصاحبي يعرف منين صد عنها. أقبل عزمك وخرج الراجل، أعطيه حريته لينصفه عنك كاملين، ويصفح عنك مجتمعه، ويصفح عنك المواطنين، ويصفح عنك المسلمين. أطرسوا عنك في هاي الظرفية الآنية اللي عاطيتك فرصة أنك تطرسوا فيها، أطرسوا فيها وتوكل على الله. أعلم أعلنك أمريكا فرنسا بريطانيا الروس لا يملكون لك مثقال ذرة، ما يملكون من قطمير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هم كاملين فقراء، والله سبحانه وتعالى قال لهم ضعفاء وخلق الإنسان ضعيفا. والمعتصم بالله والمتوكل على الله ما هو خايف، خايف من إيش؟ شقد وعدوا لك ما كاتبوا لك مولانا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الكون كامل ما يملك لك نفع ولا يملك لك ضر. اطلس عنك محمد العبد العزيز لوجه الله الكريم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. وانا بعد لك ناصح امين، لانك تعود قوي واقبل قرارك واطلس الراجل ترضينا وباذن الله ترضي الله. واذا عاد فما العام خليه شر مولانا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا، لا تحاسب الناس قبل ربهم. خايف ما يحاسب، والله خايف ما ينقبض منه، والله يد انه ينقبض منه هو، وينقبض منك انت، وينقبض مني انا، وينقبض من عمر، وينقبض من زي. يا غير خلونا من فتن،
وخلونا من المشاجرات وخلونا من احبس وطلس، خلونا دولة مسلمة مسالمة. ابويا انا يقتل حد خويا وتجيني اولاد عمو ويقولوا لي دورك تعفي دمه، قاتلوا عمدا مرة حارق ومرة، نقول لهم راني عافي عنهم. الساعة جاتني الجماعة، جايينك نحن يا جماعة، وجايتك قبيلة الشرفة، وجايينك انا هذا تعرفني محمد وسيدي محمد والمحجوب، والدي سيدي محمد والمحجوب صاحب والدك محمد احمد، قولوا لي اسمه محمد احمد ولا الشيخ الرزواني صاحب والدي وقرينه، وقايل لك علني صديق لك وطالبك انك تعفي عن الراجل وتوفى من المرده وتطوي عنا ذا الملف، والله ما يخلق ما هو كان لا يخلق، وحسبنا الله ونعم الوكيل، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا على قول محمد. هذا هو اللي قال، وانا حرجت المصلحه. هو سجلوا عند العلماء، سجلوا عند العلماء، سجلوا عند العلماء ولينا. تعبوا منين؟ حيث لو عجبت مصلحه موريتانيا هذه هي الحقيقه. هذا هو مطلبنا، هذا هو مطلبنا. تقولوا انه واحد عنه تقولوا انه واحد.